بكل حيوية ونشاط يتفقد مركبته ويحرص على نظافتها وصيانتها. عمي البشير بديار سائق سيارة أجرة يصنع التميز عن بقية زملائه. كما قلت لك قبيله ما لبست الشتاء عندي 5 بدلات بدل فيهم بالتداوب، والصيف عندي لبسة تاع البحريه هذيك، وعندي لبسة شونغاي حاجه خفيفه تاع سائق سياره اجره محترمه ونظيفه. هاي تشوفني ما كاش فرق بيني وبين واحد يخدم في الاداره. ايه في اللباس تاعي، اللباس تاعي دائما نظيف دائما بروبر، سيارتي دائما بروبر. الصباح كي نوض كيما العاده راك شايف، ندخل الكراج ننظف كروستي ننفضها من كش ما ديبوسيار خفيفه هكذا والله، ونتكل على الله نمسح الجوزاز تاعي الامامي الجوزاز تاعي الخلفي، شوف الاناره تاعي الخلفيه تشعل ما تشعلش ستوب. هذو الامور انسان منضبط يعني تعود هكذا الحاله كوستيمه بيضاء وليدي الله يبارك بالقفازات بيض ترتاح كي تركب مع انسان هكذا. هندامه وتميزه جعله محبوبا بين اقرانه وزبائنه بمدينه المسيله، ينتقلون معه وينتظرون قدومه ليقلهم الى مقصدهم بامان. نحب نقلد به نولي نلبس كيفه هكذا، يعني لباس هذا اللي راه لابسه لباس يعني محترم، ونتمنى النقل الحضاري اكل ان شاء الله يعني ولو كل كما عمي بالديار باللبسه هذه الانيقه هذه. بطنين يحبوا يركبوا مع واحد ثقه، والثقه هي كلش. انسان محترم عنده 3 سنين هو في اللباس هذا، يعني لباس محترم، سائق سياره اجره بمعنى الكلمه، يقدم خدمه للزبائن، قدوه هذا للولايه تاع مسيله، وانسان محترم. يعني باش تشوف باللبسه نتاعو هذه الناس يحبوه يركبوا مع سبانديزون، كانت امراه ولا راجل يحبوا كعد باللباس نتاعو هكذا يحترموه، يستناو الدفو يستناو حتى يجي وباش يركبوا معاه. هي مبادرة أراد بها عمي البشير بديار أن يرسم الصورة الحسنة لأصحاب سائقي سيارة الأجرة، وكله أمل بالاقتداء والتفاني في العمل بكل ثقة.